هذه المؤتمرات والتكرارية بتاعتها بتعكس ان احنا ننقل ونتناقش سواء مناقشة محلية بالخبرة الموجودة بين الكوادر اللي موجودة والخبرة العالمية اللي بنتبادلها في هذا المؤتمر والإقليمية في دراسة كل ما هو جديد في الوقاية وعلاج وتشخيص وعلاج الأمراض. فده السبب ان احنا بنعمل مؤتمرات كل سنة، ده السبب ان النسخ بتتكرر. كان في أمراض كانت موجودة قليلة في كثير من الدول، الحمد لله استطعنا بجهود المصرية والدعم الحكومي والسياسي وتوفير الأدوية والمستلزمات والمستهلكات ان احنا نقلل الإصابة بهذه الأمراض. يعني سيادتك بتسمع ان احنا مصر بقت دخلت المرحلة الذهبية في القضاء على التهاب الكبد سي. نسب الإصابة بأورام الرئة، ويمكن سيادتك بتسمع ان مبادرات سيادة الرئيس من ضمنها الكشف المبكر وعلاج الأورام، من ضمنها سرطان الرئة، لأنه كان من ضمن الأمراض المنتشرة في مصر، ويمكن السبب الرئيسي والأساسي فيه هو التدخين. عشان كده صدر قوانين عدم التدخين في الأماكن العامة أو المغلقة. الحقيقة مؤتمر الأمراض الصدرية بتاع جمعية الصدر يعتبر من أكبر المؤتمرات للأمراض الصدرية في مصر، وبينعقد كل سنويا في آخر شهر 10. بنحاول إن احنا يبقى الموضوعات اللي بتتناقش في المؤتمر تبقى جديدة وما تناقشتش قبل كده في أي مؤتمر في مصر، وده بيتم طبعا عن طريق البحث ونشوف ايه كل ما هو جديد في مجال الامراض الصدريه. احنا السنه دي يمكن رافعين شعار التقدم التكنولوجي اللي بيخدم الامراض الصدريه في مصر، سواء من ناحيه التشخيص او من العلاج، واستخدام حتى الذكاء الاصطناعي في بعض الادويه وفي بعض الوسائل التشخيصيه للامراض الصدريه في مصر. العنوان السنه دي بتاع المؤتمر هو فعلا التحديات الجديده والتطورات اللي حدثت من السنه اللي فاتت للسنه دي. كان عندنا شغف كلنا ان احنا نبتدي ان احنا ندور في كل المجالات، بالذات الامراض الصدريه، ان محتاجه ان يكون فيها تطورات، مش بس علشان خاطر التشخيص، ولكن عشان خاطر المتابعه، ولكن عشان خاطر العلاج. كمان حاجه تانية مهمه جدا جدا اللي هي ازاي نبتدي ان احنا نقتفي المريض قبل ما يبتدي يشتكي. انا الهدف هو ان انا ادور على المريض دون واقدر ان انا اكتشفه بدري. الحظ ممكن يخدمك انك تقع في ايدين طبيب ويكون امين ياخد بايدك للشفاء واقف معاك، ما هو عنده دين، ما يستغلش حوجتك ويسكتك لو جيت تقول له اروح لفين، بالعكس يمسح دمعتك ويطمنك ما يرضهوش تكون حزين. حلقه جديده البلطو ابيض فعلا بحضراتكم على شاشه النهار، حلقه مهمه جدا، حلقه المعجزات حرفيا بالعلاج بالاكسجين. نشط تقنيه ممتد لأكثر من 3 سنوات في مركز جميل اسمه كيور كلينيك للعلاج بالأكسجين النشط، على مدار 24 ساعة بيستقبلوا اتصالاتكم، على مدار 24 و25 فرع موجودين في مصر بيستقبلوا حضراتكم علشان يطمنوكم ويفتحوا لكم الملفات ويبقوا طبيب العيلة بالنسبة لحضراتكم. كل الناس اللي عندها أمراض مزمنة، ضغط، سكر، مشاكل في القلب، المتلازمة اللي بقت عند معظم الناس كبار السن، المشاكل المناعية، أمراض المناعة، الروماتويد، الذئبة الحمراء، الصدفية، البهاء، الإكزيما، القشور السمكية، كتير من الأمراض اللي الحمد لله حقق فيها ريكورد عالي ونتائج جبارة هتشوفوها النهاردة في حلقتنا. قسم الأطفال اللي عندها توحد ونقص أكسجين وعندها فرط حركة و ADHD عاملين نتائج جبارة للناس اللي عندها إلا في التركيز، والأطفال اللي عندها كل في التحصيل الدراسي ازاي مخهم يرجع يشتغل ويبقوا يعني احسن في التحصيل وفي الذكاء وفي المهارة في المدرسة.
النهارده حلقه ممتده بنتكلم فيها في معجزات العلاج بالاكسجين النشط، تقنيه موجوده في كل دول العالم المتقدم، في اكتر من 70,000 طبيب موجودين في مدينه اسمها رومانيا او دوله اسمها رومانيا بيعالجوا اهل هذه البلده بالاكسجين النشط، نتائج كويسه جدا. اتمنى كل اللي بيشوفنا النهارده يسمع الحلقه دي بقلبه وعقله عشان ناخد قرار مع بعض بالشفاء باذن الله. اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا معانا ومعاكم في هذه الحلقه، دكتور طارق الشاذلي استشاري البطن العام والجهاز الهضمي واستشاري العلاج بالاكسجين النشط والمشرف العام على مركز كيور. برحب بيه، اهلا بيك يا دكتور، منورنا. وكمان معانا جميل دكتور شادي محمد استشاري النساء والتوليد واخر انجاب ومدير وحده النساء في مركز كيور واستشاري العلاج بالاكسجين النشط. برحب بيه معانا، اهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا حضرتك، منورنا يا دكاتره. ويمكن حلقتنا فيها كتير من المحطات المهمه اللي ان شاء الله تسعد حضراتكم معانا. هنبدا بمحطه وهي الاخطر والاهم دائما في حلقاتنا، وهي محطه مرض السكر. هذا مرض يعني مايسترو للامراض المختلفه اللي بيدمر الشرايين، بيخش على القلب، بيعلي الضغط، بيبادل الكلى، بيعمل ضعف جنسي لدى الرجال، تنميل، شكشكه، حرقان، زغلله في العين، الا في التركيز. يعني هو قاعد يعني بيخطط وبيدبر ازاي يدمر كل حاجه وحاطط رجل على رجل، وطول ما احنا مش محترمينه او بندور على طرق تقدر تساعد في ان احنا نسيطر عليه هيفضل طايح في الجسم وعمال يعمل ما بداله. هبدا معاك يا دكتور الاول في محطه السكر تحديدا، ولكن قبل محطه السكر حضرتك شايف كيور بعد 3 سنين في الفروع عامله ازاي؟ سيطره على النتائج تبارك الرحمن، بروتوكول قوي، علماء بيجوا من كل دول العالم عشان يبقوا مشرفين ويعملوا كوبريشن ما بينكم وما بينهم. يعني انا شايف ان في مركز كبير بينور كل يوم، والحمد لله اطلالته في علاج الناس بتبقى اكبر. عشان توصل للنجاح لازم تاخد باسباب النجاح. فريق العمل قوي جدا، في تخصصات في مجال الجلدية، في الجهاز الهضمي، السكر، أمراض النساء، فأنت عندك استشاريين متخصصين، دكاترة متدربين تماما، تمريض على أعلى مستوى عشان تقدر توصل لهدفك. الأسلوب العلاج البلان نفسه، يعني لو جينا مثلا في مرض زي مرض السكر وهو الأكثر شيوعا ويمثل 30% من الأمراض، أنت بتاخد تعمله بلان، ما أنتش تعال خد حديك أكسجين، لا، المريض بيجي لك بتحدد الاسباب، بتعمل بلان، بنكرياس تعبان هعمل له ايه، اذا كنت هتاخد انسولين او مش هاخد انسولين، النظام الغذائي، وابتدي اخش بالعلاج ودور الاكسجين النشط اللي هو انا نفسي اشرحه. اللي هو علاج الاكسجين النشط، انت عندك مرض زي مرض السكر في اسباب، يا اما اوله ضعف البنكرياس، بنكرياس خلايا تعبانه ضعيفه، ويا ريت الدكتور شادي يوضح ده، ضعيفه مش قادره تقوم بادائها، بص تكفي احتياج الجسم من الانسولين. واحد. اتنين، جزء مرض السكر مرض يعتبر مرض ميتابوليزم، خلل في الميتابوليزم، هو دور الاكسجين النشط ان هو بيحسن كفاءه الميتابوليزم، بيحسن كفاءه الخلايا، بيحسن الحرق، الحرق يعني استهلاك السكر داخل الخلايا. تاني حاجه. تالت حاجه، بيضرب للشرايين، هو هنا دوره في الشرايين. مرض سكر يعني تصلب شرايين، مرض سكر يعني شرايين ناشفة، كلمة تصلب ضيقة، مش قادرة توصل للدم للأطراف من أول المخ لغاية القدم، مخ جلطات، عين اضطرابات، اضطرابات، القلب جلطات في المخ. أي. اتفقنا؟ تبتدي تخش في الكلى، قصور في الشريان التاجي، قصور في الشريان التاجي. طب نخش احنا قلنا لا، الكلى برضو خلل في وظائف الكلى، الضعف الجنسي. نخش بقى اللي هي للاسف المأشاة، بتدي دايما تنميل، شكشكه، جرح يجي في القدم باسمه قدم سكري. أيه. نخش في الحالات البتر. ده فعلا مش سايب حاجه زي ما حضرتك تفضلت الا ولعب فيها دور صعب جدا. يبقى اذا لما انا اخش بالعلاج انا بعمل بلان، نظام الغذائي بظبطه لك. ايوه. اذا كان في اي علاج براجعه معاك، ده تخصص. ثالث حاجه، ابتدي بقى الاكسجين النشط، تخش الشرايين متصلبه، لا افتحها لك، ارجعها للمرونه، احسن الكولاجين، احسن الالاستين، اقلل ال دي اتش، ده مهم جدا. طيب لو جينا للبنكرياس، خلايا تعبانه ضعفانه، زي ما احنا شايفين، يعني زي ما احنا شايفين، ايوه هنا. طب لما الاقي بنكرياس تعبان ضعفان مريض مش قادر يقدم وظايفه، انا هخش واحد انشط الخليه، اشحن البطاريه، وابتدي حاجه اسمها مقاومه الانسولين، ابتدي انا لا انا افتح الخليه عشان تقدر، لان احيانا بيبقى الخليه في انسولين بس الانسولين مش عارف يدخل السكر جوه الخليه. لا ده انا هسهل لك ده وافتح لك عشان تقدر تدخل وتحرق السكر. طيب يبقى افتح الشرايين، سيوله الشريان نفسه، شريان مقفول مش عارف يوصل الدم للخليه، لا يبقى انا هفتح الشريان.
طب زي ما احنا قلنا المتوب حسنوا، يبقى انت بتعالج ثلاث اهداف. لو انا عالجت الثلاث اهداف دول يبقى اكيد هحقق نتائج هايله جدا. جميل. زي دكتور شادي حتى معانا الايه يعني البنكرياس، هو معانا كمان فراشز، نقدر نعمل ربط ما بين الاثنين عشان نستفهم الصوره اكتر يا دكتور شادي. طيب احنا لو قلنا الاكسجين النشط هو عباره عن ثلاث ذرات من الاكسجين، في الذره اللي هي الحره الجميله، وبرضه عشان نوجه الناس ما بتتاخدش عن طريق التنفس، عشان لسه كان عندي عيان في الفيوم بيقول لي انا فاكر الجلسات هاجي اخدها عن طريق التنفس، لا هي بتخش عن طريق الدم او عن طريق الشرج بطريقه معينه بوسيله معينه، نبتدي نوصل لك هذه، تخش ذره الاكسجين زي ما احنا نقرب الكاميرا تخش، بس هنفترض وده افتراض غير موجود، هي الذره بتخش في جميع انحاء الجسم في جميع خلايا الجسم. انا افترض ان هي دخلت على البنكرياس، نخش نخبط على البنكرياس، هنبص نلاقي البنكرياس مجهد تماما. النقط الحمراء اللي موجوده على الشاشه دي خلايا البنكرياس التي تقوم ببعض وظائفها. ليه؟ لان الخلايا الثانيه لا وصل لها اكسجين ولا وصل لها دم كويس، فمش قادره تقوم بوظيفتها. عشان كده كميه الانسولين اللي طالعه من البنكرياس قليله جدا. ايوه. نيجي بقى، لا احنا ادينا له جلسه في الثانيه حسب ما دكتور طارق تفضل، بروتوكول معين بطريقه معينه لكل مريض على حده، كل مريض على حده وكل مريض له تركيزه، كل مريض له تركيزه وبنعلى بيه بطريقه معينه. أحسن. بكميه معينه، بطريقه اكل معينه، يعني انا بقعد مع العيان افصص انت حضرتك بتفطر امتى والساعه كام وليه وعشان ايه. يبتدي البنكرياس نفسه ينشط وكل الخلايا شغاله بقى، فيجي الانسولين يخرج من البنكرياس داخليا. يا بنقلل كمية الأنسولين الخارجية، يا إما بنمنعه، يا إما نقلل البرشام اللي احنا بناخده. طبعا زي ما احنا بنقول السكر ده أبو الأمراض، أبوها وأمها، يعني انت شوية السكر هيجيب لك ضغط، لأنه بتكون الدهون على الشرايين. صح. فبيخلي الشرايين تبتدي الدم اللي بيضخ ضد ضغط عالي، يعمل فشل في القلب، يعمل جلطات، يأثر في الكلى، يأثر في، يعمل ضعف جنسي، يعمل نظر. وطبعا انا يعني زي ما حضرتك دكتور طارق تفضل دلوقتي، ان بيبقى حساسيه المستقبلات بتاعه الانسولين على الخلايا ضعيفه جدا، ده بيعدلها الاكسجين النشط. طبعا انا جايالي رؤى كتير من اللف على المحافظات، ما شاء الله عندي عيان كان في كفر الشيخ بيقول لي بقى لي 4 سنين ما كنتش قادر اقرب من زوجتي، ما بيجامعهاش، وطبعا احنا كرجاله اللي بيتفرج كرجاله عارف ان الجزء دون اكنك ميت بالحياه. بيقول لي ابتديت اقدر اجامع وحصل علاقه، فجاي فرحان جدا، ده من كفر الشيخ. نيجي عيان تاني كان في الفيوم رائع، سيده تانية كانت في محافظه من المحافظات بتقول لي نظري ابتدى بقيت اشوف. فطبعا كل العيانين دول حاجه ما كانتش قادره تحلق دهنها، كنا بنزيد تقرير قبل كده ما كانش قادر، كانوا بيسحبوه لانه كان بيضيع نظره خالص، فما شاء الله خد الجلسات بيحلق دقنه، بيمسك مصي على دقنه، ودي حاجه مفرحه ومبهجه طبعا، بقى شايف قادر طبعا، طبعاً. فده بيفرق، ومش هنقدر نقول زي ما حضرتك تفضلت النجاح في كل المحافظات. ده احنا لسه كنا بنتناقش قبل الحلقه زي ما حضرتك تفضلت، احنا عايزين نفتح في كل محافظه فرع واثنين وثلاثه. عايزين نقرب للناس اكتر واكتر، لان طبعا الضغط على الفرع الاساسي خلينا مش قادرين ان احنا يعني ايه نقدر نشوف العدد ده كله بالطريقه المثلى، فاحنا عايزين نفتح فرع واثنين وثلاثه في كل محافظه. ربنا يوفقك يا دكتور، نفتح فرع في كل بيت توفر الخدمه. ان شاء الله. دلوقتي هنطلع مع بعض نشوف تقرير لحالات الشفاء من مرض ومضاعفات السكر، حالات مختلفه من مختلف المحافظات، هتشوفوا معايا وتطمنوا على نفسكم، وان شاء الله تلحقوا قبل ما مضاعفات السكر تعمل معاكم مشاكل احنا في غنى عنها ان شاء الله في العلاج بالاكسجين النشط. بقدر امشي من ساعه ما خدت الجلسات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بقوم اقضي كل طلب دلوقتي الحمد لله. خدتي كام جلسه؟ خدت 3 وربع النهارده. والسكر عامل ايه؟ تنميل وشكل السكر جميل، السكر الحمد لله برضه مظبوط الحمد لله، يعني الف شكر والف شكر وعلاقكم دي، ده ربنا يبارك فيكم وتصحكم. كنت بعاني من السكر، والحمد لله لما خدت جلسات الاكسجين النشط الحمد لله اتحسن، والجروح صحت الحمد لله، وكان كنت حاسس بتقل في رجلي الحمد لله التقل راح الحمد لله، النظر اتحسن 100% الحمد لله. شفت المكان ده على التلفزيون وبدأ اتعالج من السكر، وسكري بقى حلو والحمد لله، وكان عندي تنميل في رجلي خفت،
وكنت بخش الحمام كتير مش لاحقه نفسي الحمد لله، وبقيت انام وبقيت حلوه زي الفل. ما كنتش بقدر امشي على رجلي، كانما كاني ماشيه على سفنج، وحاسه ان هي ورمه من تحت صوابعي وكعب رجلي كده، الحته اللي ناحيه الصوابع ديت كنت حاسه ان هي ورمه. لما جيت ان هو عطوني طبعا الجلسات ده هي فارتحت عليها، والحمد لله انا يعني اتحسنت كتير عن الاول. كنت متهيالي كانك حاطه حاجه على دماغي كده هو تقيله دلوقتي، وما بقدرش افتح عينيا دلوقتي الحمد لله بقدر افتح عينيا، والحاجه تقيله اللي كانت على دماغي ده هي ما بقتش حاسه بيها. يا ريت كل واحد بيشتكي من نفس الاعراض يجي لهذا المكان اللي هو المركز دوت، وفي دكاتره جميله وكلهم حلوين وربنا معاكم. انصحكم انك تيجوا في هذا المركز وربنا الشافي ويشفي ربنا كل مريض يا رب. كان عندي السكر عالي والضغط عالي، وجيت الحمد لله في مركز كيور، والحمد لله السكر نزل والضغط نزل وبقيت احسن من الاول بكتير. انصح اللي عنده سكر واللي عنده ضغط وعنده اي امراض يجي مركز كيور، لان بجد والله كلهم ذوق. رجعنا لكم بعد ما شفنا تقرير ولا اروع، كميه ناس بتنصح غيرها لو سمحتوا اللي عنده مشكله ياخد الجلسات. شكر الناس في الجلسات والتحسن في كل اعضاء جسمها دي حاجه بتنذر وبتبشر في نفس الوقت، تنذر انك لو ما خدتش بالك من الحاجه دي هيبقى العواقب وخيمه، وتبشر انك لو خدت فعلا بالاسباب والجلسات اللي ملهاش اي اعراض جانبيه تذكر على الاطلاق هتلاقي نفسك اتحولت لانسان تاني. دكتور تعليقك على النقطه دي، وعايز اقف معاك نقطه انه اخر تقرير هذه السيده جميله كان عنده سكر وضغط مش منتظم، والحمد لله الاثنين اتحسنوا، وده معناه زي ما حضرتك قلت انه هو المايسترو قادر يدمر الشرايين، وبالتالي لو الشرايين بتاع جسم الانسان كلها بقت ضيقه فاعرف الانسان ده يعني عمره في التعداد التنازلي. يبقى سكر، انا ازاي ظبطت السكر؟ السكر زي ما دكتورنا شادي قال لك ان انا ظبطت الخلايا رجعت شحنتها زي البطاريه، حطيتها على الشاحن فبقيت القدره بتاعتها 100% ككفاءه. الشرايين القلب اللي بيضخ في شرايين ضيقه مما يسبب ضعف في عضلة القلب وارتفاع في الضغط، أنا فتحتها له. فالموضوع فيه بساطة جدا، أنا حسنت كفاءة العضو المسؤول عن اللي هو البنكرياس مسؤول عن علاج السكر. تاني حاجة الشرايين زي ما احنا شايفين اهو شريان بيبتدي بيضيق ازاي، طبعا نوعية الأكل طبعا السيئة البليوشن كل ده حاجات من الحاجات والضغوط النفسية كمان وطبعا العصبية بتعمل كمان ده، فهنبتدي تلاقي الشريان مش قادر يوصل الدم للأطراف. زي ما احنا قلنا عين تعبانه، جلطات، مخ، قلب، ضعف جنسي، و الذره تبتدي يخش الشوارد، الذره النشيطه دي تبتدي تخش تكسح الشوارد الحره اللي هي مسيئه للخليه. اتنين بتبتدي تكسح لي الدهون اللي سدالي الشرايين. أيوة. فتحت الشرايين حميت الخليه من التلوث والشوارد الحره. يعني ده يا دكتور تخيلا الشريان كاننا جايبينه من جوه، وبعد ما ادينا الجلسه وصلت في الدوره الدمويه داخله زي ما قدام حضرتك زي المكانس كده. مكانس داخله تطب زي حضرتك تكسح كل الدهون اللي كان لونها اصفر في الرشز الاول عشان ترجع للشريان مرونته مره تانية وحيويته مره تانية، فيبقى الجسم مش الشريان حتى اللود اللي على عضله القلب ان هو عمال بيضغط جامد علشان يخلي الدم يخش في الشرايين هيبقى اقل فالقلب يرتاح. انا عايز اساعدك هذا مش شرايين وبس، حتى انا شايف كده اللي هي الهيموجلوبين كرات الدم الحمراء هي بتعيد شبابها تاني. يعني الكرات اللي الدوره بتاعتها 120 يوم، انا لما اخليها 100 يوم يبقى انا بخلي الخليه على اعلى مستوى بتجدد بسرعه. طبعا الهيموجلوبين بخليه نشط جدا ومحمل بكميات من الاكسجين عالي جدا، وفي حاجه اسمها ناقلات الاكسجين، انا بزود ناقلات الاكسجين من الهيموجلوبين للخليه. فطبعا ده اداء، يعني انت عايز ايه اكتر من كده عشان نكافح مرض السكر؟ طيب يا دكتور قبل ما نسيب محطه السكر بسرعه واحنا عمالين عايزين نلمها بسرعه عشان الناس تاخد بالها، هو النتائج اللي بتعملها كيور في علاج القدم السكري الجرح اللي ما بيقفلش على مدار سنوات، وكل اللي المريض بيقدر يعمله ان هو عمال بيغير عليه بشكل تجميلي علشان هو بيشوف ويلات لو ما عملش ده
من ريحه مش كويسه، من تكون فطريات يعني وغيرها. ده الأسوأ كمان ان احنا بنوصل لمرحله البتر. يعني ده الأسوأ ان احنا بنوصل لمرحله البتر. كان لسه عندي عيان برضو في محافظه من المحافظات، طبعا صعب عليا جدا، 42 سنه قدم سكري. 42 سنه قدم سكري، يعني لما جه ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الجرح بعد ما كان زي ما نقول مقور في رجليه كده بتاع 5 6 سنتي بقينا نص سنتي. حتى لسه الله. اخر مره بيقول لي يا دكتور طب انت هتنضف لي من حواليه؟ قلت له لا، انا هحقن لك فيه، لو جالي دم يبقى معناها ان الدوره الدمويه سليمه مش هنضف لك. وده حصل. لما ابتدينا نحقن حوالين الجرح لقيت الدورة الدموية سليمة، يبقى وصل لك دورة دموية، يبقى المضاد الحيوي اللي انت بتاخده زي ما احنا شايفين ده الباك اللي بيتحط وفي حقن موضعي حوالين الجرح. أيوه. حسب الجرح بيبقى ايه، انتوا بتعملوا زي كماشة على الجرح كده من جوه ومن بره علشان نقدر نقفله في اقل وقت، عشان الشرايين جوه تفتح. وفي نفس الوقت سواء البكتيريا او الفطريه زي ما حضرتك تفضلت وقلت بيبقى موجوده على الجرح خارجيا، لان طبعا الاكسجين النشط عباره عن اقوى انتي بكتيريال وانتي فايرال وانتي فانجر، اقوى مضاد للفطريات. صح. ومضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات 4000 مره اكتر من الكلور. دلاله على كده. ما احنا بيستخدموه بره في تحليه الميه وكمان في اسمه دوت في حمامات السباحه. دلوقتي طبعا سبحان بدل الكلور بالمناسبه. عشان الكلور بيعمل حساسيه طبعا، بقوا يستخدموه دلوقتي في تنقيه حمامات السباحه. بس طبعا توجيها ده غير غير احنا اللي احنا بنستخدمه. أيه. في الجزء الطبي. فطبعا احنا بنتكلم قصاد معجزه. طاقه من النور في خلال الشفاء. في خلال الكيور. طاقه من النور. احنا طبعا لما عيان يبقى جاي لك متحدد له، يعني انا ما انساش برده عيان في الجوله يا دكتور شادي 21 يوم اضعف انت متخيل، ممكن انت متخيل 10 سنين بجرح فيجي في 21 يوم بجلسات مكثفه جرحه يقفل. طب سؤال بقى، وهو اصلا عنده قدم سكري، اذا هو عنده سكر مش منضبط، اذا هو في السكه هو بيعالج الجرح سكره اتظبط وشرايينه اتفتحت ولو كان عنده وكلى اتظبطت. أيوة هي لو عمل عمره هو بيقفل الجرح. بس خلي بال حضرتك كمان زي ما احنا تفضلنا وقلنا العجز الجنسي ابتدى او الضعف الجنسي ابتدى يتظبط، النظر ابتدى يتحسن، الصحه العامه، لان هو بياخد الجلسه الاكسجين النشط ما بيميز، هو عنده كرم اضافي ان بيخش على كل خليه ما بيروحش على الجرح بس، هو بيعمل سكان لكل خليه، خش عليها خبط عليها ناقصك اكسجين اتفضلي خدي اكسجين. ما بقول لحضرتك هو بيشحن بطاريه الجسم كامله. يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت انا كنت باخد جلسه في مدينه نصر، دخل عيان عنده جلطه. انت بتاخد ليه؟ طبعا لما العيان بيحس ان انت بتاخد، انت كطبيب انا ما عنديش حاجه بس باخد وبنشط. وما شاء الله الجلسه خدتها الخميس لغايه الحد، لغايه لما رحت الفرع الثاني عشان اخد جلسه ثاني. فطبعا ما شاء الله نشاط. لما دخلت لقيت العيان كان عنده نظره ضعيف. انت بتاخد ليه يا دكتور؟ وقعد يتريق معايا ويهزر معايا، عملوا لك ورقه وعملوا لك فايل ولا قلت له انا باخده للنشاط. حتى اولاده نفسه تسالوا هو انا ينفع اخده للنشاط؟ ينفع تاخده للنشاط. نشاط الجسم عامه. احنا كلنا بقينا بنعاني من حاجه اسمها متلازمه الاجهاد المزمن. صح. ما قبل السكر والارهاق النفسي كمان اللي خلينا ما بننامش طول الليل. طبعا عايز حضرتك ان ضغوط الشغل عليا انا فعلا بيبقى عندي ارق لغايه الساعه 3 مش عارف انام. لما رحت لدكتور طارق استضافتني الاسبوع اللي فات ورحت خدت جلسه، انا عايز اقول انا كان بقالي لي زمن ما نمتش النوم الرائع العميق. أيه؟ اللي هو انت فعلا حاسس ان جسمك شبع نوم، حاسس انك قايم فايق عاوز تهد جبل. هي احنا ذره الاكسجين دي بتخرج الدوبامين وبتخرج السيروتونين وكلها حاجات تفرح وتظهر. زي ما احنا شفنا اهو الخليه مجهده جدا، شحن بطاريتها ضعيف جدا، انا تعبان مش قادر. تعبان مش قادر اقوم مكاني. بس تبتدي ذره الاكسجين تشحن الخلايا، توصل لها دم كويس، توصل لها اكسجينيشن او اكسجين كويس. هنبتدي نشحن البطاريه، الموبايل هيبتدي يرتفع. اقدر استخدم الموبايل اهي زي ما احنا شفنا ابتدت تفرح، وحطيت البطاريه على الشحن لغايه لما تبقى فول باور. انت كبني ادم قادر تقوم بوظيفتك اللي وقوتك ونشاطك لم يتغير. طيب زي ما احنا شايفين اهي البطاريه، مش شحننا بطاريه عضو واحد، وده يفرق كتير. يعني انا دايما لما باخد مضاد حيوي، حضرتك عندك وجع في بطنك دكتور طارق تفضل، بيكتب مضاد حيوي للبطن. انا عندي مثلا حاجه في النساء بكتب مضاد حيوي متخصص من هنا. لا، هو ده ما بيفرقش. انت حضرتك كل خلايا الجسم، الذاكره اللي ما فيش، عندي عيانه كانت في كفر الشيخ كانت جايه
ما بتفتكرش، بنتها جايباها ما بتفتكرش، لما شافتني الزياره الثانيه فرحت، قالت لي انا بقيت فاكره كل حاجه يا دكتور. الحمد لله ما شاء الله. لا كلام على الدايمنشيا والالزهايمر بس مش وقته يعني. طيب احنا يعني اعتقد كده قبل ما نسيب محطه السكر، وهي دايما المحطه العظمى ليه؟ لانه 30% من شعبنا يعاني من السكر، تتخيل رقم كبير، ولو سكتنا عليه للاسف الويلات صعبه. وانا يمكن اقف عند النقطه اللي محدش بياخد بالي يا دكتور، هو بعتبر الاكسجين راشد ده امن قومي. ليه امن قومي؟ لانه مريض السكر لو حالته تدهورت هيلجا الى ان هو يغسل كلى، مكنه الكلى دي هو لما انا اوفر على الدوله سرير او المكنه اللي المريض بيقعد عليها بان انا ما وصلتوش للمرحله دي، فانا وفرت على الدوله مجهود بيتم فيه مستشفيات ان مش لاقين اماكن. لا حضرتك تعالى تعالج قبل ما تروح، سكرك هيتظبط، ضغطك هيتظبط، مشاكل القلب هتتظبط، ان شاء الله مش توصل لفشل كلوي، لو عندك قدم سكري هيخف تمام من ضعف جنسي، هيتحل مشكلتك، مشاكل في الذاكره هتتحل، انت جسمك كله تحول الى طاقه ايجابيه من النشاط والحيويه، قادر تنتج في المجتمع بدل ما تكون عالة على مستشفى طبعا معينه وانت كمان بتعاني دايما، ويكون مصيرك انت عارف انه كمان ديبريشن هيحصل لك لا قدر الله، مرض ما انا يمسك فيك. انا اقصد ان النهايه حتميه بتبقى مش حلوه طبعاً مفجعه طبعاً. انا بقول ناخد الخطوه من دلوقتي، اللي عنده مرض او اللي ما عندوش مرض، الاكسجين النشط ده هو حياه لكل الناس، انا اسف، اللي هم المراكز الكبرى يعني رؤساء الدول بياخدوه، اللي تحت الصف الثاني تحتهم بياخدوه، اللي ماسكين مناصب عليا بياخدوه. ليه؟ الناس دي مطلوب منها دايما يكون ذهنها حاضر، عندها قوه ونشاط، ما ينفعش تعيا لانها مسؤوله عن مراكز ومسؤوله عن ناس كبيره. انا اصله في الاخر لما تلاقي ان حضرتك قدامك الفرصه دي وموجود جنبك في المحافظه وبيتم تعميم هذا البروتوكول عالميا وبتشرف عليه اطباء، الاجهزه اللي بتيجي جايه من المانيا، فحضرتك بتاخد تركيز قوي جدا، المرحله اللي بتتعالج فيها كل جلسه والتانيه بيعلى تركيز الاكسجين عشان نوصل احنا بنشحن البطاريه بامان وسلام، فانت بتستلم نفسك قبل وبعد، بتلاقي ان حياتك اتغيرت تماما. خدوا الخطوه مش هتخسروا. هروح معاك يا دكتور وابدا معاك رحله ثانيه من النجاحات والمعجزات، وهي حاله شهنده. شهنده كان عندها مرض البهاء، وده مرض صعب جدا، وعاوز اشكر شهنده واشكر والده شهنده اللي قبلت تحكي تجربتها بالصدفه البحته، تقول انا عايز اتكلم عن نجاح بنتي لان التنمر اللي كان بيتعرض ليه، ودلوقتي فرحتها بنفسها وقوتها قوة شخصيتها، رجعت لها مرة تانية لأنها كانت دايما في عزلة وانطواء عن المجتمع. حابين نشوف تقرير شهندة اللي بعد حالتك يا شهندة، عيادات مصر كاملة بقت مليانة بعيانين البهاء من صغار السن اللي بقوا موجودين في كل المحافظات، يلحقوا ياخدوا الفرصة عشان يندمجوا مجتمعيا، وكل أب وكل أم يطمنوا على أولادهم وإن شاء الله ما يخافوش من أي تنمر ممكن يحصل لهم في المجتمع. نبدأ مع بعض بتقرير شهندة ونعرف إيه اللي حصل لها ونكمل كلامنا، خليكم معانا. جيت في يوم قاعدة معاها كده بقول لها يا حبيبتي إيه الأمر؟ قالت لي يا ماما أنا عايزة أبقى طبيعية. قلت لها طب ما أنت شكلك أبيض وجميل، قالت لي لا ما هو مش طبيعي. قبل ما يجيلي البهاء كنت بتعامل مع الناس عادي، لكن دلوقتي بحس إن هما بصعب عليهم فما بحبش النظره دي. بنت من سنها قالت لها في الشارع يا مبقعه، واحده جت قالت لي يا مبقعه، من ساعتها بقى قعدت لوحدي ما بقتش اخرج في الشارع خالص بسبب التنمر اللي كان بيجي لي. كنت باخد الكورتيزون كان بيوجع لي جنبي وكان وشي بيحمر وبيورم، فكنت ما ينفعش امشي في الشمس خالص. السنه اللي قبل اللي فاتت كنا في مصيف، فالمصيف طبعا حضرتك عارف مرسى مطروح ميه معدنيه يعني ما فيهاش اي حاجه، فجأة لقيت علامات بتبان على وشها وعلى رجليها من تحت، فحضرتك انا قلت ده من مصر. قعدت سنه اتنين والنتيجه مش عارفه تروح، خدتها ورحت لدكتور جلديه فقال لي دي مرض مناعي، يعني حضرتك بيقولوا بهاء. خدتها ورحت اماكن كتير وعملوا لها ليزر وبقت تتاثر جسمها بالليزر ويحصل لها زي حروق في جسمها وفي ايديها، وجنبها بقى يتعبها بسبب الكورتيزون كانت بتاخده. فطبعا انا استسلمت وقلت يعني البهاء او المرض المناعي دي احسن من ان الكلى تتضر. فطبعا يئست وقعت، اثرت في دراستها طبعا، حالتها النفسيه بقت وحشه، بقت في ناس بتتنمر عليها، في ناس يقول لها من مؤاخذه سوري في اللفظ يا مبقعه. بخاف اروح في اي حاجه فيها تجمعات زي الدروس والحاجات دي، لكن ما بحبش اروح في اي حاجه فيها تجمعات فيها ناس، فحتى اهم حاجه بتكون قرايبي.
في ناس برضو بتخاف مني في المدرسة، بتخاف يسلم عليها عشان ما عدهمش، فكنت ساعتها كنت ببعد عنهم خالص، كنت بسيبهم وروح أقعد لوحدي. الحمد لله رب العالمين، النهارده جايين نعمل يعني سرع جلسه، والنتيجه بانت من تالت جلسه، وفي حاجات قفلت في وشها وفي ايديها، بدا اللون جلد يرجع للطبيعي، وفي ظهري بدا يختفي وبقى مفيش اي حاجه تاني. انا رسالتي لكل ام وكل اب ان ابنها ولا بنتها عنده بهاء ما يترددش ان هو يجي مركز كيور، لان كل ما يبقى اسرع كل ما يبقى احسن، وبامانه مش هتندموا ان انا فعلا لقيت استجابه من تالت جلسه. فلما جيت هنا برده حاجه حلوه، حسيت نفسيتي وكل حاجه بقت تروق، من ساعتها بقى ما حدش بيتنمر عليا تاني. الحمد لله رب العالمين مستمره لحد دلوقتي، ونفسيه بنتي بقت كويسه، وانا نفسيتي بقت كويسه عشان خاطر بنتي بقت كويسه. شهندة القمر، الحمد لله ان ربنا جعل شهندة يمكن سبحان الله كلها مقدرات انها تكون هي السبب او السبيل ان كل الناس اللي عندها اطفال عندها مرض البهاء يكونوا منتشرين على مختلف المحافظات في مراكز كيور. العلاج النقي المناسب للاطفال بجرعات من الاكسجين، مفيش اي اعراض جانبيه او اي اثار جانبيه هتلحق بالطفل الجميل. بالعكس، ده خدوا بالكم من نقطه بقى، لو الطفل بيتعالج من البهاء احنا عمالين بننشط كل خلايا الجسم، منها خلايا المخ اللي بعد كده يبقى عنده تحصيل دراسي كويس، عنده نشاط، لو عنده فرط حركه هيقل. يعني اصل اللي هو جاي يتعالج من البهاء هو كمان في حاجات جنبه كده هتاخدوا بالكم منها، هتلاقي الولد بقى ليد فيها وبقى شاطر جدا جدا جدا. تعالى يا دكتور، وانت حضرتك كنت المشرف على علاج شهندة القمر وطمنتها وربنا يبارك فيك ويديك الصحه والعافيه، لان البنت كان عندها اكتئاب وهي جايه، حتى كانت رافضه العلاج، لكن انت طمنتها يعني بشعر الاب والجد في نفس الوقت، فبقت مبسوطه وكملت. طبعا احنا جزء من العلاج اصلا كانت اطباء اللي هو احتواء المريض النفسي. ده دور مهم جدا في الامراض المناعيه بالذات. حضرتك لما هتعرض بعض الامراض المناعيه الاخرى هتلاقي وراها دراما، وراها عنف وقسوه دراميه، فلازم الطبيب هنا يخش كاحتواء سواء اب او جد برضه عشان خاطر يحافظها. المرض المناعي عباره عن لازم يحصل توازن ما بين خليه وجهاز مناعي. لو الجهاز المناعي توحش على الخليه تبتدي يظهر الاعراض العنيفه بتاعه المرض المناعي. زي مثلا الروماتويد تلاقي مفاصل وتشوهات، الام اس ممكن يوصل لشلل. المرض مثلا البهاء هنا يبتدي يسيطر على الجسم كله، يبتدي يعمل تشوه في الوجه يخلي الانسان منعزل على المجتمع. لما نرجع اعمل التوازن ما بين الجهاز المناعي والخليه وخلي الجهاز المناعي مهذب زي ما بنعمل له ريميديوليشن، احنا مش بنضعفه، احنا بنعمل له ريميديوليشن، مش زي الكورتيزون بنخش نخبط، بنحافظ على قوته كمان، بنحافظ على قوته. ونبتدي خليه اديها احتياجها من الاكسجين. لازم نعرف فلسفه العلاج بالاكسجين النشط. كلمه هايبوكسيا يعني مرض، سواء مرض مناعي، مرض سرطاني، مرض سكر، ويقاس المرض حسب نسبه الاكسجين القليل. كل ما يزيد يقل نسبه الاكسجين كل ما يزيد قسوه المرض المناعي. فانا لما برجع التوازن هذا للخليه احميها مضادات اكسده، احميها من الشوارد الحره، وابتدي اهذب الجهاز المناعي، انا سيطرت على المرض المناعي وما الاعراض بتاعته خلاص. لو في طريقه ثانيه يا جماعه تقدروا تدخلوا بيها الاكسجين للخليه غير الاكسجين النشط والجلسات اعملوا ده. يعني عايز اوصل لكم في الاخر، طول ما انت تعبان اعرف ان جسمك ناقص اكسجين، بنكرياسك تعبان خلايا البنكرياس ناقصه اكسجين، عندك مشاكل في الشرايين اعرف ان مشاكل الشرايين جواها دهون تعباها وسداها محتاجه ذره اكسجين، تخش تكسح الدهون دي فترجع الميه لمجاريها تانيه او الدم لشرايينه مره تانيه فتخف. اعرفوا دي قاعده اساسيه، فلسفه العلاج بالاكسجين النشط زي ما دكتور روبرت علمنا في حلقه هنا في قناه النهار، ان الحاجه اسمها هايبوكسيا. هايبوكسيا يعني نقص اكسجين في الخليه، الخليه ناقص اكسجين اعرف الخليه دي يبقى تعبانه. حتى السرطان عالج بنته من الكانسر في البنكرياس وكان طوله 10 سم تقريبا، ده كان حجم الورم، لغايه ما رجع بقى 2 سم او سم تقريبا يا دكتور، والحمد لله ربنا تم الشفاء على خير، والحمد لله بقى في تعاون لما شاف نتائج مركز كيور في مصر. انا بفخر بهذا المركز. هو ايه سبب يا استاذ احمد؟ لان نجاحاته متعدده في مختلف الامراض. ايه سبب زياده الامراض المناعيه والسرطانيه في الفترات الاخيره؟ نقص الاكسجين، تلوث الجو، وزياده لما بتيجي تعالج ده
بالاكسجين النشط انت بترجع الحياه لطبيعتها اللي كانت من 100 سنه. احنا ممكن ما فيش تلوث وكان دايما الاكسجين كان متوفر. بالظبط صح كده. وعلى فكره بالمناسبه الابحاث بتثبت ان كل مع تقدم في الوقت نسبه الاكسجين في الجو اصلا في غلاف الجو بتقل، وبالتالي انت محتاج جسمك ياخد اكسجين. انا بدولك ديليفري وكمان بوصله بابلكيشن لغايه الخليه، فانت مش ناقصك حاجه. دكتور معانا حاله ثانيه عايزين حضرتك تعلقين عليها، وهي حاله الحاجه حنان اللي برضو كان عندها دراما من نوع مختلف. انفصل عنها جوزها، ما استحملش تعبها، احفادها بعدوا عنها لانهم كانوا مش متقبلين رائحه جسمها، لكن الحمد لله ان ربنا تدخل بقدرته ان هو يجي في الوقت المناسب تشوف حلقه من حلقاتنا وتاخد القرار وتيجي تاخد الجلسات، وربنا يكرمها في اقل من 12 جلسه رجعت حياتها احسن من الاول، ورجعت تندمج مجتمعيا مره تانية، والحمد لله ان ربنا تم شفاها على خير. تعالوا نسمع تجربتها ونرجع نكمل كلامنا. 10 سنين راجعين، اقرب الناس ليا حسيت انهم بيبعدوا عني. ولاد ابني كانوا يبقوا قاعدين جنبي كده بيقولوا لي في ريحه وحشه يا تيت، جوزي بعد عني. انا اسمي حنان محمد، من قرية كده في أليوب اسمها قرية ألم. أنا من 10 سنين جالي حالة تعب كده، تعب مناعي اسمه ذو الفقار. أنا رحت جميع الدكاترة بتاعت الجلدية، ورحت بق فم وأسنان، ورحت بطنة، ورحت كل حاجة. أول ما جالي فوق وبدأ ينطر في جسمي وبدأ في دماغي، كان كل جسمي ماشي كده كأني مدلوق عليا مية في نار. كان جسمي بيقع والصديد ماليني، كنتش بلبس هدوم، والله كنت بتلف بالليل. بقالي 10 سنين باخد في كورتوزونات وعلاجات ومفيش فايدة. كنت ابطل العلاج يرجع لي تاني بسرعة عليا واروح اتحبس. انا كنت بقعد في القصر العيني اكتر ما بقعد في بيتي، ممكن اقعد اسبوعين في بيتي واقعد شهرين في القصر العيني. انا تعبت وحالتي النفسية اتدمرت. انا كنت بتكسف من ولادي، انا كنت والله العظيم انا كنت يمكن جوزي يعني بعد عني. ولاد ابني كانوا يبقوا قاعدين جنبي كده بيقولوا لي في ريحه وحشه يا تيت، لدرجه ان جسمي كنت الاول بخاف اشيل ابن ابني، بخاف لا يتهدي مني او كده. كنت على طول كل كام يوم احلق راسي من كتر الجروح اللي فيه، شعري كان بيطلع كان بيشوكني، جسمي كله كان بايظ. وانا قاعده مره يعني بتفرج على التلفزيون لقيت في برنامج بيتكلم عن الاكسجين النشط، بيتكلم انه بيعالج المناعه. انا صراحه كني غرقانه وتعلقت في اشياء، اتصلت فهم وصفت لهم حالتي وقالوا لي تعيش. وقابلت الدكتوره علا الله يبارك لها، حددت لي 12 جلسة. حالة مدام حنان دي حالة فقاع مناعي. يعني ايه الفقاع المناعي؟ يعني جهاز المناعة فيه خلل، بدل ما بيهاجم بره ابتدى يهاجم الروابط اللي ما بين خلايا الجلد وما بين الأنسجة الرخوة. مدام حنان كانت الفقيع منتشرة في راسها، كانت منتشرة في الجلد، كانت منتشرة في تجويف الفم. من ثالث جلسة راسها ما شاء الله كل التقرحات خفت، البكتيريا قضينا عليها الحمد لله. انا من تاني جلسه السكر نزل، انا كان السكر بيبقى عندي يوصل 400، كنت على طول رقده من الغيبوبه اللي انا فيها من السكر. قبل ما اخلص الجلسات كنت الحمد لله دماغي دي خفت، بدا جسمي يبرد، دماغي خفت، وشعري طلع، وحتى الحاله النفسيه اللي انا كنت فيها كانت متدمره بقيت اضحك. كان عندي اكتئاب بقيت اضحك، وبقى حالتي رجعت تاني احسن من الاول. ألف سلامة على حضرتك يا حاجة حنان، والحمد لله إن ربنا جعل هذا المركز وهذا البرنامج، ويعني مش بس البرنامج ده بالقناة بالقائمين عليها أكيد ده في ميزان حسناتهم، إن هم ادونا الفرصة نطل من هذه النافذة على الناس في البيوت عشان يكون سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في تحول حياتهم للأفضل. يا دكتور شادي، التقرير ده بالذات بيثبت إنه قد إيه معرفش في جحود. يعني أنا دايماً بشوف إنه لو الراجل تعب
الست دايما بتشيله بتشيله. الست لو تعبت ليه راجل بيفر ويخرج من القفص بسرعه؟ والله مش الكل والله والله مش الكل بس يعني هو تقرير محزن للاسف. طبعا طبعا هي اغلب الامراض المناعيه عباره عن قصه زي ما دكتور طارق دراميه ماساويه. ده الحمد لله الحاجه ما انتهتش النهايه الماساويه الحمد لله. ده احنا ربنا كرمها ووصلنا في النص. هي بقالها فتره طويله هي بتتعالج ومش لاقيه علاج. خلينا صرحه الامراض المناعيه كل الناس اللي بتحاول حواليها ان هي توقفها عند مرحله معينه وتخلي الناس تقترب منها وان كان ده ما بيحصلش. عندنا في الاكسجين النشط زي ما احنا شايفين الحاجه تحولت من هنا لهنا، من الشمال لليمين، من قعدتها في القصر العيني شهرين الى ان هي بقت ست متفاعله مع المجتمع، احفادها بيحبوها، الناس بقت حواليها، نفسيتها ارتفعت. الكلمه اللي هناخدها اللي احنا معلقين عليها دايما سكرها اتظبط. صح، الاكسجين مش هي في السكه خدت جفت خدت هدايا في الوسط وهي يعني راحت هي جايه لنا عشان زي ما انت حضرتك قلت تفضلت احنا حجمنا مرض الفقاعة اللي موجود زي ما انت حضرتك شايف الرأس. كانت بتقول لك شعري بيطلع زي الشوك. أيوة. كانت بتكره شعرها. تاج المراه كرهته. ايوه صح، تاج المراه كرهته. احنا وصلنا لمرحله رائعه كنا بنحط لها الجلسات حوالين راسها وعمليه الحمد لله بفضل الله احنا عندنا في المركز كلنا بنبتكر من اصغر طبيب لاكبر طبيب. صحيح. وكلنا بنتفاعل عاملين جروب معين يا دكتور الحاله دي اعمل فيها ايه ودي اعمل فيها ايه عشان نوصل لافضل خدمه للمريض من اسكندريه لاسوان. فطبعا ده حاجه رائعه، حياه كامله. شايفين يعني يا جماعه الفرق بين الصورتين فعلا؟ شايفين يعني راسها هي على راسنا طبعا ربنا هي ونكبر راسها كمان. بص الفرق بين الصورتين واضح جدا، ازاي كانت فينا معاناه، ازاي ببروتوكول تم لا ده تم تفصيله لحالتها بالفعل في المركز عشان شعرها يطلع تاني وتقدر تبقى حاسه بانوثتها. هي ست وهتفضل سيده قصرها سيده بيتها الحمد لله. ولو اخذنا الكلمه منها بقالت فتره طويله بعاني اروح القصر العيني شهرين وارجع البيت اسبوع بتعاني معاناه رهيبه. طيب. ما وصلتش الحل. طيب هنروح معاكم دلوقتي لبرضو حاجة كده برضو محدش هيصدق انه بيقدر يحسن بعض الناس اللي عندها اورام ودول كتير في مصر وبيزيدوا كل يوم. هل ممكن نساعد الناس دي؟ كان في تجربة لاتنين من العظماء، دكتورة في معهد الاورام والفنان الجميل صبري عبد المنعم. تعالوا نسمع تجربتين مهمين في موضوع الاورام ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا. عايز بقى اكلم حضراتكم عن حاجة يعني بالنسبه لي شخصيه يعني ما احبش اتكلم فيها كتير، لكن انا اصبت بالكانسر. جالي في كذا منطقه في جسمي، جالي الاول في دراعي الشمال والترايسبس كله اتشال، وبعدين جالي بعد كده في الرئه اليمين واتشال اجزاء كتير قوي منها، وبعدين جالي في البلوره ويعني قدرنا عن طريق العلاج الكيماوي والاشعاعي ان احنا يعني نسيطر عليه ونوقف النمو بتاعه. الفتره دي خدت مني 5 سنين. العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي سابوا فيا اثار رهيبه جدا جدا جدا. اي نعم كنت بتعالج على اعلى مستوى وكانوا الناس واخدين بالهم ان انا مثلا ما يجيليش قرحه معده، عشان العلاج الكيماوي علاج يعني ربنا ما يبعد حد يبعده عن الناس كلها يعني. فساب فيا اثار كتيره قوي. لما ابتدينا نشتغل على الاكسجين النشط ابتدت حاجات كتيره قوي في الخلايا تتصحح، وخصوصا خلايا الرئه ابتدى يحصل لها نوع من انواع الكوريكشن الجديد، فكان اتخلقت لي رئه جديده. الالام بتاعت دراعي ابتدت تخف، الالام بتاعت مشكله البلوره ابتدت تخف شويه يعني بعد 3-4 جلسات، واديني مداوم على الحكايه دي وان شاء الله هيبقى فيها نتائج كويسه. وبنصح كل الناس اللي هم راح يعني تعرضوا للعلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي ان هم يلجأوا للاكسجين النشط، لانه فعلا هيعمل شيء جديد معاهم، هيعمل اعاده خلق لكل اللي اتدمر من العلاج الكيماوي. احنا بقى مش هنزكي المركز ده على الله، فعلا المعامله من اول ما تخش لغايه ما تخلص معامله طيبه، وناس بتقابلك بوجه بشوش. النص ساعه اللي بتقضيها في العلاج كانك انت في نزهه او انك انت في يعني بتبسط نفسك. العلاج الطريقه بتاعته سهله وما بتتعبش المريض، ان كل حاجه واضحه قدامك وصريحه جدا قدامك، والدكاتره مبتسمين وهم بيعالجوك لان هم بيشتغلوا على حاجه يعني ربنا خلقها في الطبيعه اللي هو الاكسجين النشط. يعني في حاجه كده فتني صغير قوي، اسم المركز اللي بيعالج بالاكسجين النشط كيور كلينيك.
حاجة كان أهم بقى يعني عشان الظروف اللي احنا فيها كلنا يعني وربنا يساعدنا يعني العلاج بسعر مناسب جدا 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 لكل الطبقات وكل المستويات. ربنا يشفي وإن شاء الله على قدر المركز تتحسن حالات ناس كتيرة قوي وربنا معاهم ومعانا ويقدرهم ويقدرنا. أنا دكتورة هند كان عندي ميلانوما والميلانوما دي بتيجي للستات أكتر من الرجالة والبيض أكتر من الصوم بعد سن الستين. فعلا أنا تميت سن الستين بعدها بسنة. هي ابتدت عندي عند حسنة كانت حسنة عادية جدا وبعد كده فجأة كبرت وتقرحت بقى يعني حصل لها جابت يعني بصل وكده وبتاع. فلما رحت تعالجت منها يعني وكده وتشخصت ان هي ميلانوما واخدت الكورس بتاع الميلانوما. فاي حد يحس بحسنه في جلده لان طبعا الميلانوما دي تيجي في الجلد وممكن تيجي في حته تانية لو حصل لا قدر الله ميتاستس ان هو ينتشر في اي جزء تاني او كده وبتاع. بس هو في الاصل بيحصل في بتلاقي بقعه بني كده في ايدك رجلك اي جزء من الاجزاء بتاع الجسم الجزء ده لو حصل له اي تغيير في اللون وتحول للون بني او مايل للاسود فده خطر. اول ما احس ان النقطه دي اتحولت وكبرت ابتدي بالظبط اروح اشوف الدنيا فيها ايه. اروح طبعا لحد بتاع اورام يعني. بعدين بالنسبه بقى لان انا رحت الاول في الحكه اللي تحت البريست دي فتشخص غلط اتشخص على انه مباع واخدت ادويه. الادويه ما عملتش يعني مفعول. دلوقتي انا استاذ في معهد الاورام وشفت الموضوع بتاع الاكسجين النشط ده فحبيت ان انا اجربه على اساس ان انا دخلت عمليات كذا مره وحصل لي ريكرنس وعملت ريسيرش يعني على موضوع الاكسجين ده لقيته فعلا ان هو بيأثر على الخلايا وبيقلل من اللي هي التكاثر بتاعها وبيرجعها للجهاز المناعي لطبيعته وبالتالي بيقدر يحسن من الحاله. فانا جيت اقول اجرب واشوف الدنيا فيها ايه والحمد لله جيت وخدت جلستين من اول جلسه راح الحكه دي خالص وتشخص ان هو مش مباح كنا فاكرين ان هو مباح وربنا يسهل لسه ما خدتش غير 3 جلسات بس ما اعرفش بقى بعد 15 جلسه هيحصل ايه اكيد هبقى كويسه يعني ان شاء الله. في حاجه كمان ان انا اتحسن عندي القولون طبعا كان بيبقى فيه غازات كتير قوي الحمد لله ما فيش وبقت الحركه بتاعه القولون كويسه يعني فكويس جدا يعني. شفنا مع بعض تقرير للجميل الممتع الفنان جميل صبري عبد المنعم والدكتوره هندي استاذه في معهد الاورام. يعني مش مريدين كيور كلينيك هم الناس العاديين اللي زينا، لا ده هو كمان في دكاتره في معهد الاورام امنوا بهذا العلاج وسالوا عنه عالميا لقوا مركز في مصر متخصص في الحاجه دي فراحوا عليها وخدوا نتائج جباره من اول 3 جلسات يا دكتور شادي. هو ما شاء الله والنتائج رائعه في السرطانات طبعا. السبب الاساسي للسرطان وده معروف بالنسبه لدكاتره عدم وجود الاكسجين. ايوه عدم وجود الاكسجين في الخلايا بيخليه يطيح في الجسم بس ويخليه دخلت الاكسجين علمه عند حده بس ده ممكن نوصل لمرحله ان انت تبقى كيورد لان احنا في فرض من الافتراضات ان احنا جسمنا كل يوم بيكون خلايا سرطانيه. أيوه. اللي بيقضي عليها جهاز المناعه اللي واصل له الاكسجين والقوه كويس وانس ده بيهدى تلاقي ان دي الخلايا السرطانيه ابتدت تنمو وتنتشر. فاحنا ما شاء الله زي ما احنا شايفين زي ما حضرتك تفضلت طبعا احنا الناس لا ليهم ناقه ولا جمل ان هم يشكروا في المركز وان احنا نوصل لهذه المرحله من الانتاج. فطبعا ما شاء الله احنا بننصح الناس على قد ما تقدر توكل لان طبعا كل ما المرحله تبقى متقدمه انت حضرتك هتلاقي النتائج افضل كتير. طيب اخر حاجه حابب بس زي ما بشرت فيها في الاول نروح للاطفال. معايا حاجه كده بونبونيه صغيره هتدي ممكن تكون امل في تقرير واحد او حاله واحده تجيب وراها ناس كتير جدا تعبوا وجالهم ديبريشن في البيت وحسوا ان الدنيا وقفت عند ان الطفل بتاعهم بقى عامل زي الديكور. لا ممكن نحرك الطفل ده ممكن نطلع منه حاجات كويسه جدا لما تشوف التقرير ده معانا. والدي الكريم احمد علي وانا سمعت عن اكسجين النشط وجيت هنا للفيوم عند الدكتور محمد. فالحمد لله يعني من 4 جلسات عنده جمهور على دماغه بس الحمد لله اتحسن عن الاول بكتير. الذكاء بتاعه بقى الحمد لله عن الاول كان حلو جدا عن الاول.
الذكاء بتاعه بدأ يتحسن، المشي كويس والله الحمد لله، بدأ يمشي وبقى هو كان بيجري كانش بيقدر يجري قوي دلوقتي الحمد لله يعني. تعمل ايه يا كريم؟ الحمد لله. الحمد لله ان الاطفال بقى لهم نصيب حتى مع صغر سنهم لهم الطريقه المناسبه للعلاج بالاكسجين النشط. تعالى يا دكتور في 30 ثانيه فقط. دكتور، الاكسجين النشط في حالات التوحد بالذات نقص الاكسجين في الاطفال، بنصح كل ام ان هي لو لقيت اي سلوك متاخر للطفل لازم تبتدي تشوف السبب ايه، تبتدي تعالج بالاكسجين النشط، لان كل ما تبتدي بالعلاج بدري بالاكسجين النشط النتائج بتبقى هايله. ضعف الاكسجين نتيجه حصل خلل في الولاده او اثناء الحمل لا شك نتائجه هايله جدا، لانه بيعيد الخلايا ضعف الخلايا الضعيفه بعيد تنشيطها من جديد، وبيعمل ديتوكسيفيكيشن. لو في هيفي ميتالز معادن ثقيله في المخ نتيجه بوليوشن لا شك ان هو بيتخلص ويبتدي المخ يعيد الى بنائه مع النظام الغذائي اللي احنا بنوفره له، لان النظام السيء والاكل السريع لا شك والمحفوظ بيؤدي الى نتائج سيئه. جميل جدا مشاهدي الكرام، يعني بحلقه ممتعه شفتوا فيها نتائج. كان لسه معايا اكتر من 16 تقرير، بس الوقت دايما بيبقى ضيق، الساعه ما بتكفيش للاسف، لكن انا دايما مبسوط بحضراتكم، وربنا يجعل الحلقات دي يعني سبيل وسبب ان حضراتكم تاخدوا القرار في الشفاء. واللي بيشوف الحلقه دي لو يعرف حد ينصحه ان هو ياخد جلسات الاكسجين النشط، جلسات نقيه ملهاش اي اضرار واعراض جانبيه، لكن الحمد لله هتفيد وتطلع نتائج. ويا ريت تسال على الكارت الذهبي من فضلك. الكارت الذهبي ده بيوفر كشف مجاني مدى الحياه للناس اللي بتخلص الجلسات، وبياخد خصم 30% مدى الحياه على الجلسات، عشان بس ايه ما ناخدش وقت. اشكر في النهايه دكتور طارق الشاذلي استشاري البطن العام والجهاز الهضمي والمشرف العام على مركز كيور واستشاري العلاج بالاكسجين النشط، بشكرك نورتنا دكتور طارق. بشكر دكتور شادي محمد استشاري النساء وتاخر الانجاب ومدير وحده النساء في مركز كيور واستشاري العلاج بالاكسجين النشط. كان نفسنا نتكلم عن دوره في موضوع الاجهاض المتكرر وضعف التبويض، بس الحلقه الجايه نتكلم عنه بشيء من التفصيل. عايز اقول لحضراتكم ان الحمد لله رب العالمين المركز متوسع، وبقى فيه فنانين كتير، ودي حاجه بسطاني جدا ان بقى فيه فنانين كتير ابتدوا يجوا فروع مهندسين واكتوبر ومدينه نصر عشان ياخدوا العلاج، حابين يهتموا بنفسهم، حابين يكملوا رسالتهم لما بيشوفوا الفنانين معانا في التقارير. بشكركم حسن متابعه، تحيه احمد الشاعر، بشكر كل فريق العمل، نشوف حضراتكم على خير، السلام عليكم.